قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. البنزرتي يسعد لاعبيه ويمنحهم يوم راحة بعد العودة من مراكش. منح التونسي فوز البنزرتي مدرب الوداد لاعبيه يوم راحة بعد العودة من مدينة مراكش، حيث أزر الفريق معسكرا مغلقا ليد مدة 12 يوما. ومن المنتظر أن تستأنف المجموعة الودادية تدريباتها يوم غد الاثنين بمركب محمد بن جلون استعدادا لمواجهة يوسف ياسبرشيد لحساب الجولة الأولى من الدوري المغربي للمحترفين إنوي. وخاض فريق الوداد الرياضي مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على شباب بنقرير بهدفين لواحد، في حين فاز على أولمبيك مراكش بثلاث أهداف نظيفة. الجدير بالذكر أن مباراة الوداد الرياضي أمام يوسف ياسبرشيد ستجرى الأحد المقبل على الساعة 5:30 بملعب محمد الخامس. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.